عندكم طلاب راح ناخذ التجربه الاولى اللي هي دايود ديفايس. دايود ديفايس مثل ما شرحنا على هذه الدائره، المقاومه المتغيره، المقاومه ومصدر متغير ودايود. المصدر المتغير هذا هو دي سي باور سبلاي، هاي الفولتيه منا تبدلون بها من هذا البوتنشيوميتر وهذا البوتنشيوميتر، هذا الجزء الموجب هذا الجزء السالب. مقاومه راح ناخذها 1 كيلو حسب هذه الدائره، هاي المقاومه 1 كيلو بني اسود احمر. نسبه الخطا الذهبي او الفضي تخلوها على ايدكم اليمنى وتحسبون حسب الالوان تقرون قيمه المقاومه، بني اسود احمر. اول لونين ارقامهم ينزلن نفسهن في 10 اس اللون الثالث. هذه طريقة حساب المقاومة. نربط المقاومة حسب شكل الدائرة اللي عندك. طبعا هذا البورد تستخدمه هو نفس هذا البورد اللي نستخدمه، بس ماخذين جزء من عنده. دائما تخليه هيك بالعرض، كل 5 نقاط سوى بالعرض هن نقطة وحدة، مربوطات بجوا حديدة وحدة يعتبر النقطة وحدة. من تربط المقاومة نقطة عليها ونقطة بغير جهة حتى ما يصير شورت عندك. والدايود متبع الدائرة، الدايود الجزء السالب مالته مرتبط بالمقاومة، الجزء السالب اللي هو الرصاصي مرتبط بالمقاومة، والجزء الموجب رايح الطرف الآخر. ورا مصدر متغير، مصدر فولتية متغيرة، الجزء الموجب مال مصدر الفولتية اللي هو هذا مكتوب عندك موجب يروح للجزء الموجب مال الدايود، والجزء السالب يروح للمقاومة. هسه راح نطبق هذا الجدول. مطلوب من عندنا نغير فولتية الدي سي من هذا البوتنشيوميتر، نطلع فولتية الدايود وتيار الدايود. اول شيء نبدي نطلع فولتية الدايود، حتى نطلع الفولتية دائما تكون على التوازي ويا الاليمنت اللي نريد نطلع فولتيته على التوازي، يعني تربطها على نفس النقطة ويا الدايود. راح نقيس نغير مصدر الفولتية الدي سي، نبدي حسب القراءات 0.4، نبدي من 0.4 ونقرا الفولتية اللي طلعت عندنا. طبعا بالبداية بما انه احنا ما مكبرين لازم الفولتية مال الدي سي تصير اكبر من فولتية الانهيار مال الدايود، اللي هسه احنا الدايود اللي نشتغل عليه دايود من نوع سيليكون، لازم فولتية الدي سي توصل اكبر من 7 بالعشرة حتى يقرا الدايود. بما انه احنا عندنا 0.4 فانه فولتية الدايود راح تقرا نفسها او قريبة على قيمة فولتية مصدر الدي سي اللي عندنا. مثل ما نشوف بالافوميتر عندنا هذه القراءة، خلينا الاتجاه مالت الفولتية هنا على جهة هذا اللاين المتقطع والمستمر يمثل لك فولتية الدي سي على 2 فولت، خلينا القراءة 0.588 فولتية الدي سي، فولتية الدايود 0.58 ماشي، خلينا بالفولت اللي فوق نكتب هاي الفولتية القراءات نطلعها بالفولت. نفس الحالة نزيد 0.6 0.6 شقد قرا عندنا 0.63. يقرا عندنا 0.65 0.65 سجلها 1 عند الواحد فولتية الدايود 0.67 عند الثلاثة 0.74 عند الخمسة 0.76 عند الثمانية
عند الثمانية يقرأ لنا 0.78، عند العشرة 0.79. ننتقل لتيار الدايود. حتى نقيس تيار الدايود أول شيء نشيل هذا، نشيله من على الفولتية، نحوله على التيار ملي أمبير، نبدله لتيار الدي سي، نخليه أما على 2 ملي أمبير أو على 20 ملي أمبير. هذه الدائرة راح نجي نربطها على التوالي، دائما مصدر التيار ينقاس على التوالي. نشيل هذه المقاومة نخليها بغير نقطة، نحط مصدر الأميتر نحطه هنا طرف وطرفين من الدايود، لأن يعني عندنا مصدر تيار صار على التوالي ويا الدائرة اللي عندك ويا هذه الدائرة. بهذا الشكل صار مصدر التيار على التوالي. هسه راح ناخذ لما عندنا الفولتية الدي سي 10 فولت، راح نطلع تيار الدايود ربطنا على الأفوميتر على التوالي، وراح نقيس نان المؤشر خلينا على 200 ملي أمبير، راح يطلع لنا التيار 0.7 ملي أمبير. نكتبها هنا 0.7 ملي أمبير، طبعا فوق راح نخلي بين قوسين ملي أمبير. قراءتنا كلها راح تصير على ملي أمبير. هسه ننزل، لأن يعني احنا بدينا من العشرة راح ناخذ الثمانية، عند الثمانية قرانا 0.5 ملي أمبير، وهكذا باقي القراءات. تقللون لحد ما تكتبون كل القراءات وصولا للأربعة بالعشرة.